الداير ومعسكركم يا رمضان يزوركم. كل عام وأنتم بخير. هل علينا شهر رمضان المبارك، ونحن وإياكم نسارع بالصوم والطاعة والصدقات، فيما أهل لنا ولكم يعانون من جور الأزمات والحروب في منطقتنا، وليس لهم بعد الله إلا إخوانا لهم وأخوات يعينونهم على جور الزمان والمكان. نحن في منظمة الحياة للإغاثة والتنمية نتشرف ومنذ ما يقارب ربع قرن أن نكون خدما لأهلنا المحتاجين من خلال البرامج الإغاثية والإنسانية التي توفر لهم الغذاء والكساء والدواء. ومع تفاقم أزمة اللاجئين في منطقتنا وفي العالم، ندعوكم للمسارعة بتقديم معوناتكم وتبرعاتكم لأهل ليس لهم بعد الله سواكم.